حفل اختتام برنامج بأسرتي أرتقي الذي نظمه فريق فلنترك أثرا بفندق المها الدولية. احتوى الحفل على فقرات مختلفة ابتدأها الأستاذ خلف الربعاني بآيات من الذكر الحكيم. ثم قدم الأستاذ حمد الكندي كلمة اللجنة المنظمة للبرنامج. افتتاح برنامج بأسرتي أرتقي وتلبيتكم الدعوة. عقبها عرض مرئي قصير عن بعض الأحداث والمواقف التي كانت في رحلة فلنترك أثرا في مختلف محافظات السلطنة. ثم كلمة للمدربين وجلسة حوارية قدمها الأستاذ بخيت الشبلي. وأخيرا تم تكريم الجهات المشاركة بالبرنامج والمدربين والجهات الداعمة والقائمين على إنجاح البرنامج.